德巴巴总理您好，感谢您接受中央广播电视总台高端。وأعتقد أن هذه الزيارة بالنسبة لي زيارة مهمة جدا، وتأتي في ظرف مختلف، واليوم نبحث عن دور آخر وهو كان مفقود معنا، وهو الدور الصيني. هذه الزيارة تمثل بالنسبة لليبيا والشعب الليبي مهمة جدا جدا، سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا. أولا، جمهورية الصين الشعبية دولة من الدول العظمى في العالم، ولها باع في جميع دول الوطن العربي وخصوصا ليبيا. نحن نحترم الصين ونشكرها على كل ما بذلته في انحيازها ودعمها لأولا الشعب الليبي في خلافه، ولم تكن منحازة إلى أي طرف من الأطراف. وبدأنا من الإيجابيات، نحن حضرنا إلى هنا لدعم الموقف الليبي أولا والموقف العربي في علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية. طرح السيد الرئيس كثير من المبادرات والمشاريع نحن نتوافق عليها ومعها بشكل كامل. الصين لابد أن تأخذ دورها الطبيعي، خصوصا في مجالات التنمية والتكنولوجيا ومستقبل العالم من خلال السلم العالمي، وهذه كلها بوادر إنسانية ودعم السلم الاجتماعي والسلم الدولي وفض النزاعات بشكل هادي وبشكل حكيم. حكمة الصين اليوم، العالم لابد أن تسود وتكون الصين هي تقود العالم بحكمة وبروية وبدون حروب وبدون نزاعات.